طيب احنا كده خلاص خلصنا الكرييشن بتاع نودز، عملنا نود اسمها توكر وعملنا نود اسمها ليسنر. اوكي طب عايزين نشغلهم بقى. طيب المفروض ان انت تشغلهم زي ما بتشغل بقيه النودز العاديه. اولا النودز دي جوه باكج اسمها تشاتر، احنا هنحاول نشغلهم بس مش هنعرف، بس هنشوف ليه. احنا هو مثلا ايه روس ران، روس ران مع كده تشاتر دبل تام مش هتلاقيها تشاتر. اوكي حتى لو ما لقيتهاش ممكن تكتبها، نقول مثلا هو مش واخد باله تشاتر. اوكي والنود اسمها اصلا ايه توكر. دي الطريقه اللي انت هتشغل بيها النود بتاعتك اصلا. اوكي والمفروض لما تكتب كده روس ران تشاتر توكر اشتغل. وقبل كل دول تتاكد الاول ان الروس كور شغاله، فاحنا هنعمل نوت روس كور. اوكي هو على ما اشتغل اشتغل خلاص تمام. انت المفروض بقى تقول له روس ران شاتر توكر كده هتشغل التوكر، وانت هتكسبكت ان هو هيعمل بابليش لهالو وورلد 1 هالو وورلد 2 وهكذا. طيب تيجي تعمل كده انتر يقول لك روس باك ايرور باكج شاتر نوت فاوند. ليه؟ خلي بالك كويس من النقطه دي، علشان انت مش عامل سورس للورك سبيس بتاعك. اهم حاجه تعملها انك تعمل سورس للورك سبيس بتاعك. يعني سورس يعني تخلي التيرمينال يشوف الورك سبيس بتاعك اللي فيه روس باكجز. طب ما انت كنت شغال عادي والروس باكجز متشافه من غير ما تعمل سورس للورك سبيس. تمام، انت كنت عامل اصلا سورس للروس ورك سبيس الاساسي، او عامل سورس للروس كله اساسا. لو تفتكر في الاول خالص في الانستاليشن اتعملت سورس في الاول خالص وعملته في ال دوت باش ار سي فايل ودخلت الكوماند ده فيه. فانت لازم نفس الكلام تعمله مع الورك سبيس بتاعك، يا اما تعمل له سورس كل شويه تفتح فيها التيرمينال، او تريح نفسك خالص وتحطه فين؟ تحطه في الباش ار سي. طيب دلوقتي احنا هنعمل سورس. هنعمل سورس ازاي؟ سورس كده الهوم سلاش ماي روبوت ماي روبوت عملت تاب ماي روبوت ورك سبيس devil اوكي سيت اب اوت باش كده انت عملت سورس. اوكي طيب نرجع بقى نعمل تاني روس ران. روس ران اللي حصل اشتغلت على طول كده، اللي انت كنت عامله ديزاين اشتغل بقى بيطلع ايه هالو وورلد وايه وجنبيها الكاونت كده. ده التوكر. طيب تعال نشوف الليسنر. عايز تشوف الليسنر هتشوفها ازاي؟ طيب تعال نفتح تاب جديد ونكتب روس ران، برضو مش هيشتغل، لازم تعمل سورس. فبدل ما نعمل القصه دي كل شويه تعال نحطها في الفايل بقى. بس هنقول له جي اديت جي. اوكي الباش ار سي ده فين؟ في الهوم. انت اوريدي اصلا واقف في الهوم. اوكي ماشي، فهتقول له دوت دي يعني تاني الفايل مخفي. اوكي انت اصلا مش هتشوف الباش ار سي. انت عايز تشوف باش ار سي روح في الهوم وقول له شو هيدن فايلز، هتلاقي الباش ار سي. فدوت قبل اي فايل يعني بيخفيه. اهو ده الباش ار سي، تنزل تحت خالص. انا اصلا كنت عامل سورس يعني، هتعمل ايه؟ ان كومنت، تكتب سورس هوم. طبعا انت بقى تكتب الايه الدايركتري بتاعك لحد سيت اب دوت باش. فانت هتعمل سورس الايه، لو تاخد بالك انت كنت بتعرف تعمل روس ران لاي باكج لان انت اصلا كنت عامل سورس للروس. اوكي دلوقتي انت هتعمل سورس للورك سبيس بتاعك اللي جواه الباكجز بتاعتك. اوكي هتعملها ايه؟ سورس للسيت اب دوت باش اللي جوه الديفل. طيب سيف. هل ينفع تكتب هنا؟ لا، لازم تفتح ايه تيرمينال تاني عشان يحس يعمل لود للسورس فايل، يعمل سورس تاني. طيب كده تكتب روس ران الباكج اسمها ايه شاتر. انت كده لقيت شاتر. اوكي هتقول له عايز اشوف بقى الليسنر تاب تاني، تشغل ليسنر. هو كده حاسس بالباكج موجوده والليسنر. بص اي هيرد كذا اي هيرد كذا اهي. اوكي لو انت نزلت معاه بقى النود دي شغاله مع نفسها وبتتكلم ولا مستني حد يسمعها اصلا، انا شغال مع نفسي. تمام نفس الكلام. اوكي طيب ما تيجي تشوف الكلام ده على الجي او اي بمنتهى البساطه. توكر عندك نود اسمها توكر بتعمل بابلش في توبيك اسمه تشاتر اللي انت كتبته بايدك وعرفت كتبته ازاي، ومبروك عليك.
كده لما كلامك بروجكت هتبقى فاهم بقى هي النود دي بتكتب بسهوله ولا بصعوبه, السي ميك ليست فايل والباكج دوت اكس ام ال, هتبقى فاهم ابعاد الباكج كرييشن والنود كرييشن. كده انت دخلت في الاستيب اللي بعديها, هو بقى ان انت في الاول كنت مستمع, كنت بتحاول تيوز او تبقى شغال يوزر مع تيرتل سيم, مع كده رحت خطوه قدام شويه, انت بقيت تعرف تعمل نود, بس النود دي مش من الديزاين بتاعك او مش من تفكيرك انت. بعد كده الخطوه اللي بعديها انت عايز تعمل بروجكت وعايز تعمل نودز من دماغك انت ومن تفكيرك انت تأدي لك فانكشن معين. اوعى تنسى تعمل سورس للورك سبيس بتاعك. وباي ذا واي انت ممكن تعمل روس رن سي اتش اللي هي تشاتر يعني, بعد كده دبل تاب ممكن ما يلاقيهاش, هتعمل حاجه بسيطه جدا, هتقول له روس باك بروفايل, هتنشط له ايه الذاكره بتاعته وايه, ويعمل سكان لكل الورك سبيسز المتاحه اللي فيها الباكجز بتاعته.